أهلا بكم ومرحبا أيها الحضور الكريم، مشاهدين ومتتبعين راديو أحفير فودكاست. ونمر نحن وإياكم إلى العناوين نشرتنا الإخبارية الرياضية مع هذا الحصاد الرياضي. تعادل فريق اتحاد حفير بميدان فريق المولودية العيون. فوز ريال مدريد على دافي. نتائج نصف نهائي دوري أحياء أحفير ومداش. أهلا بكم وسهلا ومرحبا من جديد أيها المستمعين، مستمعين راديو أحفير فودكاست. استطاع فريق اتحاد أحفير تحدي العوائق والمشاكل التي عانى بها هذا الفريق، ومع أحلى نتائجه تعادل اتحاد أحفير أمام العيون الشرقية بهدفين لمثل عشية يوم الأحد 5 يناير 2013، كما أنه جاء الشوط الأول من المقابلات التي حضرها جمهور غفير وغيور عن مدينته. عرف العديد من المحاولات الهجومية من كلا الفريقين، حيث أتى الهدف لفريق اتحاد أحفير في الدقيقة 9 من زمن المقابلة مستغلا خطأ دفاعي تفنى به اللاعب إبراهيم الملقب بحميد. ومباشرة بعد ذلك حاول فريق المولودية العيون العودة في النتيجة والتعادل بهدف لمثله، والذي استغل أخطاء دفاعية بعد أن سيطر على الكرة باتحاد المولودية العيون على مجرى المباراة وضغط على فريق الاتحاد الأحفيري عبر امتلاك الكرة في وسط الملعب وتكتيف هجمات عن الأطراف. فاز هذا اليوم ريال مدريد الأبيض على الفريق المنافس في الدوري الإسباني. ريال مدريد يكتسح سيلتا فيجو بثلاثية قاتلة في الليجا. أنشيلوتي نقود الملكي للفوز على أنريكي والمحافظة على الفارق 5 نقاط. كما لا ننسى أنه أتى بحضور قوي من اللاعب كريستيانو. حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على ضيفه سيلتا فيغو بثلاثية أهداف نظيفة مساء الاثنين على استاد استياجو على استاد البرنابيو في ختام الجولة 18 من الدوري الإسباني لكرة القدم. سجل الهدف النادي للملكي الأول اللاعب الفرنسي كريم بنزيما بعد أن استغل التمريرة السحرية من زميله البديل خيسي رودود جيز، سددها بيمناه على اليسار بوال ورونالدو في الدقيقة 67، وأضاف رونالدو الهدف الثاني من متابعة عرضها كارافاخال في الدقيقة 82 قبل أن يضاف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الوقت البدل الضائع من 92 ليحرز أول هدفين له في هذا الموسم في سنة 2014 ويصل للرقم 84 هدف في مسيرته،
وهو التاسع بالتخصص في مرمى سيلتا فيجو، ورفع ريال مدريد رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن المستضيف برشلونة وأتلتيكو مدريد 49 نقطة، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند النقطة 16 ليتراجع للمركز 18 بفارق الأهداف عن بلد الوليد 7. لعب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بطريقة 1-3-2-4 معتمدا على بنزيمة كمهاجم وحيد، مع تقدم الثلاثي رونالدو ودي ماريا وإسكو في المقابلة. لعب الإسباني لويس أنكريز المدرب سيلتا فيجو بطريقة 1-1-4-4 معتمدا على البرازيلي تشارليز كمهاجم، ويحيد مختلف تشيليس بيان بوتوين ومساندة من الرباعي الوسط أوربينا ولويز أوبانا ورافينيا، وكاد أن كان أن يخرج بنقطة تعادل وربما الفوز بعدما أغلق المفاتيح اللعب ريال مدريد، ويعتمد على الهجمات المرتدة والخطيرة وتأمين الدفاعي ولا وغلق المساحات أمام لاعبي أصحاب الأرض. إلا أن تبديلات أنشيلوتي الهجومية في آخر نصف ساعة أثمرت على تغيير مجدد للقاء لمصلحة الملكي، والخصوص بعد مشاركة خيسي رودريجيز وجاريت بيل، حيث صنع أول أهداف بنزيما بينما صنع الثاني والهدف الثالث لرونالدو من طرف رجل اللاعب الوينزي جاريت بيل. وجاء الهدف الريال الأول تمريرة سحرية من خيسي لزميله بنزيما التي سددها بيمنى على اليسار واز أنو في الدقيقة 67، وأضاف رونالدو الهدف الثاني من انتبهت عريضة كارفاخال 82 قبل أن يضيف الهدف الثاني والثالث لفريق ريال مدريد، يحصل أول هدف له في 2014 هدف في مسيرته والتاسع بالخصوص في مرمى سيلتا فيجو.